السلام عليكم استاذ عبد المطلب، تابعنا في صورة ما حدث معكم في مقابلتكم مع المجلس الاعلى. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا اجتمعنا وكانت الوقفه امام المجلس الاعلى للقضاء، وبفضل الله سبحانه وتعالى رتبنا على تسليم مذكره قانونيه تبين انحراف السلطه القضائيه ومخالفات وانحراف السلطه القضائيه المتمثله في المجلس الاعلى للقضاء المتمثله في المحكمة العليا. بس انتظرنا إلى حين يتم التوقيع على المذكرة من قبل الحاضرين والمشاركين في هذه الوقفة، إلا أن المستشارين غادروا في هذه الأثناء ولم نستطيع أن نقابل أحد. لكن أنتم منذ الساعات الصباح الأولى متواجدين، ومن في الداخل كان يعلم بتواجدكم أمام المجلس، وكان حتى في تواصل. هل تواصلتم مبكرا بهم وبينتون؟ نعم، في تواصل من اخوين كريمين بعض المستشارين موجودين في المجلس الاعلى للقضاء منذ الامس، الا انهم غادروا. لا، نحن نريد تاكيد عما حدث اليوم، هل هناك يعني تم ابلاغهم مبكر؟ نعم، بمجرد ما دخلنا تفاجات بعدم وجود بمجرد ما تواجدنا هنا امام المجلس الاعلى للقضاء، ذهبت وأخبرتهم بأن هناك ثلاث شخصيات تم اختيارها للدخول لمقابلة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء كي ينقلوا مطالب الانحراف يعني. طبعا، وتسليم المذكرة بشكل رسمي حتى تبقى وثيقة موجودة في المجلس الأعلى للقضاء ووثيقة رسمية بالنسبة للمتظاهرين، وبينا فيها طبعا مذكرة كل ما هو موجود. إلا أننا فوجئنا بعد حوالي نصف ساعة من التبليغ الأول، بعد نصف ساعة من التبليغ الأول، أن يجيني الشخص المسؤول في الحراسات يبلغني بأن المستشارين قد غادر، وعليه طلبنا تسليم المذكرة بشكل رسمي إلى المجلس الأعلى للقضاء، وتم تسليمها إلى أمانة السر واخذ رسم استشاري بدال. لو تعطينا الصوره، لو تعطي الصوره بذلك، هذه طبعا المذكره اللي تم استلامها. مع هذا خط من الوارد، تم استلمت من قبل امين السر في المجلس الاعلى للقضاء. نعم. طيب. على ان يرتب لقاء فيما بعد، ربما في الغد او بعد غد ان شاء الله، بحيث تصل مطالب الناس اللي هم او المتظاهرين بشكل مباشر الى اعضاء المجلس الاعلى للقضاء باذن الله تعالى. خلاص، انتظار يعني جلسه الغد هذا اللي ان شاء الله. كيف توقعاتكم من ناحيه استجابه مطالبكم؟ والله لا اتوقع ان يكون هناك استجابه للمطالب، ولكن نريد أن تبقى هذه الوثيقة وثيقة تاريخية أعذارا إلى الله أولا، ثم إلى الأجيال القادمة، حتى لا تأتي الأجيال وتلعن الناس الذين كانوا عاصروا هذه المرحلة. أحب أن أقول بعض العبارات يجب أن يسمعها كل مواطن ليبي، إن انهيار السلطة القضائية يعني انهيار الدولة، فلا يمكن بأي حال أن تكون هناك دولة بدون عدالة، ولا تقام الدول بدون عدالة. عندما ننظر إلى ما فعله المجلس الأعلى للقضاء بخصوص القرارات الأخيرة أو إدارة القضايا بخصوص رفع الطعون ضد المطعون ضدهم، نعلم أن هناك تماهي يصل إلى درجة التآمر من أجل التمهيد أو تنصيب حفتر. للأسف الشديد مجرم الحرب حفتر، ويجب أن نعلم أن دولة بدون دستور كجسد بلا روح، دولة بدون قضاء كإنسان بلا ضمير. وفي المادة 32 من الأعلان الدستوري، القضاء والسلطة القضائية ينبغي أن يعمل القانون وأن يصغي إلى ضميره. فهؤلاء الذين خرجوا اليوم
هم خانوا ضمائرهم وخانوا المسؤوليات المنوطة بهم، وهذا الذي يقتضيه مبدأ المشروعية القانونية، حيث أن هذا المبدأ يترتب عليه خضوع كل السلطات سواء كان القضائية والتنفيذية والتشريعية للقانون، وكذلك الأشخاص والحاكم والمحكوم. فعندما لا نعمل هذا المبدأ لا يمكن بأي حال أن تكون هناك دولة قانونية وتصبح البلاد فوضى أو غابة الحكم فيها للأقوى. الله أكبر.